من الأخبار المهمة جدا في العالم الأكاديمي أو عالم الجامعات هو قصص الدوريات العلمية اللي بيتم على أساسها تصنيف الباحث أو الدكتور أو الأستاذ أو الجامعة أو الكلية. من الأخبار المهمة اللي حصلت امبارح أن صدرت نتائج تصنيف كلاريفيت أناليتكس، وده لتصنيف الدوريات العلمية على مستوى العالم. الخبر بيقول أن تم إدراج 55 مجلة علمية مصرية ضمن التصنيف العالمي علشان تكون ضمن قائمة الأهم عالميا. خلينا نتعرف على تفاصيل أكثر عن هذا التصنيف وأهمية إدراج المجلات العلمية المصرية في من دكتور عبير الشاطر، مساعد وزير التعليم العالي والبحث العلمي للشؤون الفنية والمشرف العام على بنك المعرفة المصري. صباح الخير على حضرتك يا دكتور، وأهلا بيكي معنا في صباح الخير يا مصر. صباح النور على حضراتكم جميعا. أهلا بحضرتك. في البداية لو ممكن تعرفي السادة المشاهدين يا فندم على أهمية هذا التصنيف، تحديدا تصنيف أو فهرس كلاريفيت أناليتكس وأهميته عالميا. طيب خلينا نلقي بعض الحقائق عن هذا التصنيف. تصنيف كلاريفيت أو النظام الفهرسة كلاريفيت هو نظام بريطاني دولي لفهرسة الأعمال البحثية في المجلات العلمية المحكمة. بتكون النظام ده بيدرج المقالات العلمية، مراجعة كتب أو بحث، مراجعة أدبيات أو مقالة افتتاحية. النظام ده هو بيعتبر من أصعب نظم الفهرسة على مستوى العالم، لأنه لا يدرج إلا الأعمال ذات الجودة العالية اللي ليها استشهادات أو معامل تأثير عالي على مستوى العالم. احنا في الوزارة من خلال معالي الوزير التعليم العالي والبحث العلمي كان في نصب أعينه نظم الفهرسة المختلفة الموجودة على مستوى العالم زي كلاريفيت أناليتكس وسكوبس كمرجعية لرفع جودة الأبحاث العلمية الصادرة عن باحثين مصريين أو صادر عن مجلات مصرية. ده باختصار الوضع بتاع كلاريفيت أناليتكس. طب وأهمية أن احنا ندرج في هذا التصنيف البريطاني العالمي 55 مجلة علمية، أولا إيه هم المجلات دي؟ هل هي مجلات طبية، هندسية؟ هل العلوم الاجتماعية تدخل ضمن هذه أيضا المجلات؟ فعلا المجلات اللي تم إدراجها في الوقت والسنة 22 هي مجلات بتغطي قطاعات علوم مختلفة. يعني خلينا نقول أن على مستوى العالم قطاعات العلوم هما خمس قطاعات للعلوم أساسيين زي العلوم الهندسية، الطبية، العلوم الإنسانية، الطبيعية والعلوم الأساسية. عظيم. بالفعل طبعا نصيب الأسد كان من نصيب العلوم الهندسية والعلوم الطبية والعلوم الأساسية، وعدد من العلوم الطبيعية تم إدراجها في العام 22 في تصنيف أو في نظام فهرسة كلاريفيت أناليتكس. ممكن نقول المجلات اللي في العلوم الإنسانية لأن دي من أصعب نظم الفهرسة على مستوى العالم. واتظلمت دايما، بتتظلم العلوم الإنسانية أو العلوم بالضبط، بس إحنا عندنا ثلاث مجلات في العلوم الإنسانية تم إدراكهم في تصنيف كلاريفيت تابعين للجامعات المصرية. طيب دكتور، ده خلينا برضو نستفهم ونستوضح من حضرتك، يعني يعني طول عمرنا عندنا باحثين وعندنا أبحاث بصدر عن باحثين مصريين هي قوية جدا، إيه اللي حصل، إيه اللي اختلف عشان يبقى عندنا كل هذه المجلات العلمية 55 مجلة علمية؟ أعتقد مش رقم بسيط. وإيه المعايير اللي على أساسها كمان هذه المجلات والدوريات العلمية بيتم اختيارها عالميا في هذه التصنيفات؟ طيب علشان أي مجلة يتم إدراجها في أي نظم فهرسة دولية في مجموعة من المعايير زي ما حضراتكم أشرتوا. بالنسبة لنظام الفهرسة الخاص بكلاريفيت هو بيعتمد على معامل التأثير المجلة. هو بيتم عمل معادلة بسيطة قوي لحساب معامل تأثير المجلة. يمكن مش هشغل وقت حضراتكم بتفصيله، بس باختصار شديد لو أنا عايز أعمل معامل أو أحسب معامل تأثير لسنة معينة بحسب عدد الاستشهادات المجلات اللي منشورة في المجلة دي في السنة المراد الحساب ليها مقسوم على عدد الأبحاث اللي في السنتين اللي بيسبقوا سنة الحصر. ده باختصار اللي بيوضح معامل التأثير المجلة. وبناء على الآلية دي احنا في أي جهة لازم بيتم وضع المعادلة دي نصب الأعين. يعني أنا عشان أعلي معامل التأثير لازم أخد بالي من التوف المؤثرين دول، عدد الاستشهادات وعدد الأبحاث المنشورة في آخر سنة. خلينا نبسط القصة، إزاي ده بيعود بفائدة ملموسة
على الجامعات المصريه والمراكز، يعني احنا عارفين ان دايما التصنيف العالمي او افضل 100 جامعه او افضل 200 جامعه بيتم بناء على قوه الكليات اللي فيها، واحنا جامعاتنا اقوى كليات فيها الكليات الهندسه والطب، احنا نعلم هذا الامر جيدا. طب ده بيعود ازاي بقى على الباحثين في هذه الجامعات؟ طيب خلينا نتكلم برضو، لما انا يبقى عندي في الجامعه عندي عدد، او الجامعه بتنشر عدد من المجلات وتكون المجلات دي مدركه بنظم فهرسه دوليه، ده على طول بيؤدي مؤشر قوي جدا على جوده المجلات المصريه. مؤشر ثاني بيدل عليه ادراك هذه المجلات على قدره الباحثين المصريين ورؤساء تحرير هذه المجلات على اداره المجله بنفس الجوده اللي بتدار بها المجلات حول العالم. كمان ان لما بيبقى فيه عدد البلد بيبقى فيها عدد من المجلات مدرجه في نظم فهرسه، ده بيخلي البلد تقدر توجه الخريطه البحثيه نحو موضوعات محليه ونقلها للمستوى الدولي. زي موضوعات خاصه بتغيرات المناخ، زي موضوعات خاصه بالاصاله والتراث، واحنا في مصر عندنا اسهامات في المجلات بتاعتنا والاضافات اللي بيضيفها الجامعات المصريه والمراكز البحثيه في هذه المجالات بالتحديد. كمان المجلات لما يتم إدراكها بيضع مصر على الخريطة البحثية أسوة بدول كتير أو متقدمة على مستوى العالم. دي أكبر فايدة بتقول. كمان في فوائد تانية، إن الباحث يقدر يقدم على مشروعات بحثية ممولة من جهات دولية، وطبعا حضراتكم عارفين فايدة التعاون الدولي ما بين باحثين مصريين وباحثين أجانب، بيساعد رفع المعرفة طبعا. تبادل الأفكار والخبرات على مستوى العالم. طيب دكتور، ده برضو يعني نقطة مهمة جدا حابين نعرفها من حضرتك، يعني كل هذه الأبحاث ويمكن أن خاطر حضرتك تحدثت عنها، لأي مدى مصر تقدمت ضمن مؤشرات البحث، أو حتى على إن كان على نطاق الباحثين أو حتى الأبحاث؟ احنا بصراحة عندنا خطوات قفز في مستوى البحث العلمي من خلال انتاج البحث العلمي، يعني خلينا نقول ان احنا السنة دي نحتل المرتبة رقم 24 على مستوى العالم. كنا السنة اللي فاتت كنا رقم حوالي 37 على مستوى العالم، فسنويا احنا عندنا قفزات واضحة في مستوى وترتيبنا في البحث العلمي على مستوى العالم. طب هذه القفزات يا دكتور يعني بتأتي نتيجة خطوات، أو خلينا نقول خطة مستقبلية أو استراتيجية يمكن قطاع البحث العلمي ماشي عليها؟ فعلا احنا في الوزارة في السنوات الماضية وبالأخص في السنة الماضية تم معالي الوزير وضع خطة استراتيجية وطنية للتعليم العالي والبحث العلمي بتختص في أحد محاورها بالمرجعية الدولية. المرجعية الدولية دايما بتشتغل على جزء خاص بالمراكز البحثية، جزء خاص بالأبحاث، بتهتم بتحسين جودة الأبحاث المنشورة، رفع كفاءتها، رفع كفاءة وجدارات صغار الباحثين المصريين. كمان عندنا خطة لرفع عدد الاستشهادات الموجودة بالأبحاث المنشورة عن باحثين مصريين. طب أنا عندي يعني زي ما أقول كده مظلمة ليك يا دكتورة، ليه العلوم الإنسانية التاريخ والتراث في النشر العلمي بيبقى مظلوم بشكل كبير، خصوصا من دول الشرق الأوسط، وإحنا أصلا التاريخ والتراث إذا ما قورن ذلك بالهندسة والطب، رغم أن الهندسة والطب علوم غربية، يعني هي برضو معادلة مش مفهومة. أنا كلامي صح؟ مظبوط، بس الموضوع ده مش احنا مش في مصر بس اللي بنعاني منها. خلينا نقول ان كبرى الدول المتقدمه في البحث العلمي بتعاني من نفس الموضوع، وده بسبب حساسيه الموضوعات البحثيه اللي في العلوم الانسانيه، لانها دايما بتخدم قضايا بتهم المجتمع المحلي. يعني انا مثلا لو هتكلم عن قضايا خاصه بالمناخ، هي بتخص المنطقه اللي تصادر منها البحث، ده ما بيهمش قطاع كبير من قطاعات الدول الأخرى. فدايما الأبحاث اللي بتهتم بالعلوم الإنسانية، القضايا المجتمعية، هي دايما على مستوى العالم هي محلية المنتج، محلية الاهتمام في الدول. لكن التحديات اللي المجلات بتعملها إن هي دايما تنشر أو تهتم بموضوعات بتكون محلية ولكن بتهم المجتمع الأكاديمي على مستوى العالم. يعني خليني أدي مثال، إن في موضوعات كتير جدا خاصة بالتراث ممكن تهم بلد معينة بمدينة محددة، لكن المدينة دي ليها سمعة دولية، زي مدن كتير موجودة في مصر
اسكندريه الاقصر واسوان، فلما بيبقى فيه مجله معينه بتستهدف التراث والاثار وتكتب الابحاث بتاعتها او تنشر الابحاث بتاعتها بطريقه تهم المجتمع الدولي، على طول بيبقى فيه القاء ضوء بشكل كبير ومعامل تاثير المجلات بهذه النوعيه. طب يا دكتور في كل المجلات في العالم بتشتغل عليه في نفس السياق يا فندم، مش من المفترض يعني انه واحنا في اطار كتابة البحث المفروض ان احنا بنخاطب المجلات العالمية، مش المفروض ان احنا يعني نضع في عين الاعتبار المعايير او الادوات او المعلومات اللي ممكن تكون بتهتم بيها المجلات العلمية العالمية، ولا ايه؟ ولو حضرتك توضح لنا بس النقطة دي. ده صحيح، يعني خلينا نقول ان حتى المجلات المصرية التي تم ادراجها حاليا هي مجلات مصرية، ادارتها مصرية، البحث اللي منشور فيها ليس فقط أبحاث صادر عن باحثين مصريين لكن باحثين من كل أنحاء العالم. وقوة المجلة دايما في أن الموضوعات بتاعتها تكون متنوعة بتخدم المجتمع الدولي. الإضافة اللي احنا عملناها الفترة دي هي أن المجلات دي إدارتها بأيدي مصريين، أيدي محررين مصريين صادرة من الجامعات والمراكز البحثية المصرية. أهمها يا دكتور موجود. نعم، اهمها اسمها ايه؟ يعني حضرتك قلت لي اغلبها تخصصات هندسيه وطبيه. خلينا اقول اهم المجلات بتدرج دايما في جزء من اربع ارباع، يعني ربع اول، ثاني، ثالث، رابع. في الوضع الراهن احنا عندنا في الربع الاول عندنا خلينا نقول اهم اربع مجلات مثلا، وخليني اقولهم بالانجليزي: جورنال اوف ادفانسد ريسيرش، الكساندريا انجينيرنج جورنال، عين شمس انجينيرنج جورنال، Analysis of Agricultural Science. دول أربع أشهر مجلات تم إدراكهم في الربع الأول. عظيم. لعام 22. في طبعا مجلات تانية لأنهم أكثر من 55 مجلة، والسنة اللي فاتت إحنا كنا 61 مجلة يضاف فيهم ال 55 مجلة. أخيرا يا دكتور، لو حضرتك تكلمينا عن دور بنك المعرفة المصري في دعم تقدم الجامعات والمجلات العلمية في هذه التصنيفات الدولية. طيب، بنك المعرفة المصري هو مش فقط العامل الأساسي في دعم المجلات المصرية، في جهات كتير جدا جدا تشارك في دعم المجلات المصرية. أولهم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، الجامعات نفسها، المراكز البحثية المصرية، كذلك بنك المعرفة المصري. الدور اللي بيقوموا به الجهات المختلفة طبعا تقديم الدعم للمحررين ورؤساء التحرير، عمل شراكات مختلفة مع محررين ومراجعين دوليين على مستوى العالم. كمان هم دايما في خطة تقييم مستمرة من خلال رؤساء تحرير هذه المجلات على نظم النشر الدولية وإيه الموضوعات الحديثة. طبعا أنا حابة أوجه الشكر لكل المجهود الكبير اللي كل الجهات المعنية قامت به خلال السنوات الماضية. الدكتورة عبير الشاطر، مساعد وزير التعليم العالي والبحث العلمي للشؤون الفنية والمشرف العام أيضا على بنك المعرفة المصري، نورتينا وشرفتينا في صباح الخير يا مصر.